بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وأخيه عيسى بن مريم. حياكم الله جميعا، واسمحوا لي باسم اللجنة العليا لمهرجان جرش واللجنة الثقافية واتحاد الكتاب بهيئته الإدارية والعامة أن نرفع لمقام صاحب الجلالة أسماء الله الشقير عفان لرعايته الملكية الثانية لهذا المهرجان العظيم، مهرجان الجرش. فأحييكم
شخصيات وطنية على مستوى الوطن وليس خاصة بهذه الثقافية على انفرادها أو لا. هذا الاحتفال وهذه الشخصيات وهذه النشاطات الكاملة هي تحت مظلة مهرجان جرش بالتعاون مع الهيئات الثقافية الأخرى. فلنعلم جميعا لأنه ليس اتحاد الكتاب هو صاحب هذه النشاطات، هي مهرجان جرش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقاش يصنع الإنسان المستعد، أما الكتابة فتصنع الإنسان اللقيط، لأن الكتابة حالة إنسانية يمتزج فيها الواقع بالخيال، قد نحرم بها من سوء الواقع إلى مثالية الخيال. المتحدث الأول في هذه الأمسية من أمسيات مهرجان جرش الأديب حسين أبو نبع، متخصص ويحمل شهادة ماجستير ترجمة كتابية، وله العديد من الإصدارات، له عدة مجموعات قصصية وكتاب عن الاستيطان. أولا اشتعال ذاكرة، ثانيا موعد مع البحر، ثالثا عاشق المدينة، ثم الخيل والسراب، وبعد ذلك قمر لا يبيد، والكتاب هو الاستيطان اليهودي في فلسطين. فليتفضل الاستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بالجميع. واحدى القصص الخفيفه سريعه، وكما تعلمون فيكون بين القصة والرواية أن الرواية كبناية من أربع أطوار، بينما القصة غرفة واحدة فتتميز باختصار وتركيز. القصة الأولى القصيرة منصة، وقف أمام المنصة ألقى قصيدة مع عصمان، قال بعضهم إنها هجرت القافية، صفق له جمهور صحى للدوء من غفوته ثم حياهم ومات. القصة الثانية وقت، لم يبحث عن وطن خصيب، لكن عندما رأى أسرار الجنادل ورأى الدربان تغادر أعشاشها نحو الحقول هزه خوف الخجول، وأدرك في غفوته أنه ملقى على أرض الجبال. القصة الثالثة القصيرة قاع، في قاعة كبرى ناسية مرت أمامه أنثى مدخلة بألبسة فاحلة شتوية، أمطرها نظرات عطشة تابع حتى آخر صالة صارت عرض عند المخرج وانتهى مشهد. القصة الثانية التقمص، في قصص كثيرة عندي هي واقعية ولكن عندها بعض الضباط والتشبيهات. التقمص، قال الراوي وهو يحقق أسفل جمجمتي بالخريط من أكل شيء في حياة الماضي أقسى من أن يتقمص شخصية غير شخصيته ويحاول أن يتحلى بصفات غير موجودة في جيناته الوراثية، وبدأ في سرد المرأة من أحدث ذات ظهيرة يعيد مع عدد من الأصدقاء لتناول طعام غداء في أحد المطار المتاخرة في مدينة ساحلية خليجية جميلة. كانت المفارقة أن صاحب الدعوة معروف لدى الجميع أنه مقدر على نفسه، وأنه يعيش ببساطة متناهية في بيت يفتقر لأبسط أنواع الأثاث. شكك بعض المذيعين في الحكاية وتوقعوا أن يختلف الأعذار في اللحظة الأخيرة، يلغي الدعوة رغم أنه كل الحقيقة كان أكد عليها مرارا. كنا خمسة أو ستة، التقينا عند نقطة التجمع وانطلقنا بسيارة واحدة، ولم يكن لدينا لدى صاحب الدعوة سيارة من أي نوع. انطلقنا نبحث عن مطعم، وكان في ضاحية راقية على مقربة من الساحل. جلسنا على استحياء وترقب، وما هي الأخبار حتى نادى على النادل فحضر سريعا.
الفطر الأدبية العارضة بالمحبة، وكلنا أمل أن نكون خفيفين الرجل وأن ننشر السعادة والفرح بينكم. المتحدثة الثانية في هذه الأمسية الأديبة شدى فارس الروسان. مارس الانتصار ولها مجموعة من الروايات في حديقة قلبي الأولى، روح السكينة مع هذه العناوين الشاعرة، والثانية لا تحزن يا روح، والديوان الرابع أو القصة أو الرواية الرابعة مجموعة قصص أطفال خيالية، وأيضا تحت عنوان في كل قلب توجد مقطع. نرحب بالأديبة شدى فارس الروسان ونرحب مهما كان الشيء الذي أجبرك على قسوة القلب
والشعور أنك لئيم، تذكر أنت لم تغفر وقادر على إصلاح وإعادة بناء أي شيء. أعطي كل شيء حقا حتى إذا فيك وأفرغت ما بداخلك. نحتاج أحياناً لنحزن قليلاً ولنشعر بفرح أكبر. لا بد لنا من الثبوت والبقوة أقوياء، لأننا عهدنا أنفسنا يوماً مهما سقطنا سوف نبقى أقوياء ولن نقع أبداً. تذكر أمي، بعد مرات من الفشل والخذلان التي يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة، إلا أن هناك أشياء تنقذه مما هو فيه وتخرجه من الحالة التي هو عليها الآن. ومما لا شك فيه أن في حياتنا الكثير من الأماني والأحلام التي نرغب في تحقيقها ونسعى خلفها، ليس لشيء وإنما لتعبئة الشعور الذي نحتاجه أحيانا، ويضيف لنا في هذه الحياة الأمل والحب والسلام. حسب الاستقرار الذي نتمناه، فالإنسان دنيا تتحكم به النفس وتحركه كيفما تشاء وفلا. بني، دائما وحده شعورنا الداخلي كثيرا لأن يزرع داخلنا الكثير من الأمل والثقة والإرادة ويرفعنا لأعلى القمم، وهو نفسه القادر على إسقاطنا واعتصامنا بالأرض. ولا بد أن الإنسان ضعيف أمام شعوره وكيانه الداخلي، فكلما حافظ عليه كان قادرا أن يكون أصله ويتحمل ويتابع، وسوف ينجح ويحقق ما يريد دون أن يشعر نفسه بالفشل، ويثبت لجميع من أخبره أنه غير قادر. ها قد تحقق الكلام، تحقق. بني، ضوء الشمس كبيرة بأن يخبرنا ما بعد الليل والسواد والعتمة إلا الفرج والسعادة، وكأن لأوراق الشجر رأي آخر تخبرنا به في كل مرة تسقط وتتطاير على الأرض ويتغير لونها وتذبل ورقة تلو الأخرى. إنها قادرة على إعادة بناء نفسها من جديد وأن تكون أجمل من قبل، وتثبت لنا مدى عزيمتها في هذه الحياة. لا بد أنها حاولت أن تخبرنا بأنها كانت تسقي روحها بما تحب حتى تضرت وتجملت في هذا الكون. فلا يدرك الإنسان مشكلاته الحالية إلا بعد الاقتران بمشكلات أكبر منها، وحينها سيندم على حزن على أشياء مفرطة. في داخل كل منا كثيرا من المشاعر الفوضوية، مما يسبب لنا شتات العقل والتفكير، ويرهق أجسامنا من القلق والتفكير، ويسبب لنا الكسل والتعب. هذه كلها كفيلة بأن تشعرك بالضعف وتدخلك بحالة من الاكتئاب. تحدث أشياء خارج عن السيطرة لتولد داخلنا حزن وألم كبير، ومع ذلك لا نشعر الآخرين بما نحن عليه ونبتسم معهم ونساعدهم، وفي داخلنا الكثير من الفوضى ومع ذلك لا يشعرون. بني، ثق تماما وتأكد أن الله معك ولن يتركك أبدا ما دمت تعامل الله بثقة وليس بقلق ليعطيك المعجزة. وتذكر دائما في أي موقف يمر عليك أنك تمنيت شيء وانقلبت الأحداث ولم تنل ما تمنيته، مما زادك من الحزن وأقلق السكينة والسلام. تذكر أن الخير في مختاره الله لك، لو لم تغرق السفينة لسلبك، ولو لم يقتل الغلام لأشقى والديك، ولو لم يقم الجدار لضاع حق اليتيمين. هذه كلها عبر لتتفكر وتجزم بأن الخير دائما في مختار الله. وما الحياة إلا ولادة للدروس، وفي كل مرة نتعلم درسا جديدا وغير مألوف، وفي كل مرة تحطم فتاة من قلبك ومع آخر الفتاة أصبح حطام.
كلما أصبحت أقوى وأصبح. يا أولاني، عند وقوعك في مأزق أمام هذا العالم الواسع، ستجد نفسك بين ملايين من البشر، وإنك قطرة ماء من بحار. ستشعر إنك ليس مهم أمام هذا العدد الهائل من الأسماء. ستقف عند مرحلة من حياتك تصل فيها إلى حد التعب، وستمر بنقطة قاسية جدا. في هذا الإثناء ستشعر بكأن حملا ثقيلا على كتفك، حيث لا تستطيع إكمال المسيرة نحو الطريق ولا الرجوع منه. ستصل إلى نقطة إذ أنت لست مدرك ما حل بك، ستنصدم بالأمور وتتأذى وتفقد عزيمتك. في هذه اللحظة تذكر يا بني إنك مجبور على إكمال المسير لإسعاد نفسك وإنقاذها من الخطر. ستكمل لأن هناك من ينتظرك. أعطي ولا تبخل على نفسك أبدا، أعطها طاقة روحية تجدد بها كيانك. من جديد ستتعلم كيف يكون الصبر والتحمل في هذا الدرس. لا تتوقف يا بني، أكمل أكمل أكمل. من بين هذه الأزمات التي وضعت بها نفسك والمواقف، ستجد نفسك تحت نفق تسير بين أزمات وضجيج، وتصارع بقوة للتخطي بسلام. ولكن لا تقلق، فإنك ستدرك في حينها إن الله لهو معك، ولا بد أن تكون منفتحا ومنتبها بما أنت الآن عليه وكيف ستتجاوب. بني، أعطي نفسك الوقت الكافي في التفكير بهدوء واتخذ القرار الصحيح. لا تدع التشتت والضياع يؤثران على قرارك، وقل لنفسك أنا لن أتوقف بل سأستمر. هذا يا بني كي تعلم أن السعادة كذبة تحتاج إلى عناية، وأن تسقيها بالطاقة الإيجابية كي تثبت، والعزيمة بالصبر والحكمة. واسمح لنفسك أن تحلم أكبر من الأحلام اليوم، وأن تطلب من ربك فاطلب أكبر مما ترجى، فربك الغني والأكرم. يعتبر قيلولة بالنسبة للعرب، فشكرا لكم وشكرا لحضوركم. شكرا لأستاذنا سعادة عليان العدوان هذا النشيط المحب للجميع، وشكرا لوزارة الثقافة.
ووجدت نفسي أتوه بين تلك الوجوه الغريبة. لم أستطع أن أخبر أحداً أنني ضائعة بسبب ذلك الانبهار بتلك الأضواء والازدحام، فالكل بالنسبة لي أصبح مخيفاً غريباً. سرت بعض خطوات بدون هدى حتى صادفت ذاك العجوز الذي كان يتكئ على عصاه، وحين اقتربت ودققت في ملامحه وجدت أنه قد انطبعت على وجهه علامات الوقار والحكمة والطيبة والهدوء. كان يرتدي ثوبا يشبه ثوب أبي وشماما أحمر يشبه شماغ أبي. بدأني السؤال قائلا: ما بك يا بنيتي؟ فأجبته وأنا أتلعثم بالكلمات: لقد طبت من أبي. اقترب العجوز مني خطوة ومسح على رأسي مهدئا من روحه قائلا: لا تخافي، سنذهب الآن للبحث عن والدك أو نطلب الشرطة من أجل الدخول عليه. أمسك بيدي وحينها شعرت أنه قد بث في داخلي سحائبا من الطمأنينة، وصرت معه وأنا واثقة من أننا سنجد. سرنا مسافة ليست بالقصيرة ثم أشار لي بيده: ها هو مركز الشرطة. وفي تلك الأثناء لمحت أبي واقفا لكتفت همة ميسرة، فأفلت يدي وركضت باتجاه أبي. وحين وصلته أمسكت بطرف ثوبه فضمني مقبلا، ثم التفت أبي إلى العجوز شاكرا له ما قام به. انقضى ذلك النهار، وقبل أن يدخل الظلام ركبنا الحافلة متجهين إلى قرية حالمة هادئة. دارت عجبة الأيام بما يربو على الأرض من نخل الفن لأعيش في عمان. أجوبها في سويعات قليلة، أشق الزحام كما يشق البطل صفوف المقاتلين، وأخبز أحلامي بأفرامها المتقدة ليل نهار، ثم أقطمها وأنا مرهقة من طول نهار الشهر. أشق أسبار وأعماق بحارها لأصل إلى مكنوناتها الثانية، وأحقق أحلامي واحدا تلو الآخر في مدينة الأحلام. أبي ذاك الرجل العتيق الذي ما زال يرسم خطاه في قريتنا البعيدة الواقعة، ورغم أنني بعيدة عنه وأعيش في مدينة الأحلام، إلا أن شعور الضياع يلازمني ويتدافعني إحساسا في داخلي لرجوعي إلى قريتي لأكون في عمر الطفولة. Thank you.
سريرها مستقبلة جهاز التلفاز أمامها مثبتا على الحائط، فطلبت من الممرضة تشغيل التلفاز. بدأت الأم تتابع ما كان يعرض على شاشة التلفاز، وإذا به مسلسلا بعنوان التغريبة الفلسطينية الذي كان يجسد بكل تفاصيل تهجير الفلسطينيين وتشريدهم عن بلادهم، وبالتحديد ذلك المشهد الذي أثار عاطفة الملايين ممن تابعوا المسلسل، حالة ولادة لامرأة لاجئة هجرت بيتها ومدينتها ووطنها بسبب احتلال الصهاينة المعتدين على أرضها وتهجيرها مع من شردهم الاحتلال إلى البلدان المجاورة. تفاجأت الأم بذلك المشهد الذي ساقه القدر لها لتقال وضعها الحالي من راحة ودلال في أرقى المستشفيات وبين أهلها وأحبابها، ووضع تلك المرأة التي تنجب طفلها وسط صحراء قاحلة حارقة بحرارتها المرتفعة. تفتقد إلى شجرة واحدة لكي تستظل تحتها، فضلا عن شح المواد والطعام والإنهاك والتعب والمشي المتواصل. خجلت من نفسها لما أحست به من جهود وبطل للأمة. ضغطت على زر الجرس الذي يستدعي الممرضة عند الحاجة. حضرت الممرضة وسألتها: تفضلي هل من خدمة؟ أريدك أن تحضري لي طفلتي المولودة. حاضر في الحال. أحضرت الممرضة الطفلة الجميلة ووضعتها في حضن والدتها الحنون وذهبت. نظرت الأم لطفلتها الجميلة وإذا بها تبتسم لها ابتسامة يخرج من بين شفتيها الورديتين شعاع أمل يصل إلى قلب أمها فيضيء قلبها سعادة وفرح، ويتغطر في كل جزء من أجزاء جسمها المتعب من الولادة فينعشه ويحيي روحها اليابسة. وكل الذين حولي يحملقون في وجهي بكل إعجاب، وجدت نفسي أختار وأتمايل متباهية بجمالي وبشعري وبروحي المحبوبة للجميع. ها هنا أطير فوق السحاب، ها أنا أطير فوق السحاب وأحلق عاليا بحرية، لا مسؤولية ملقاة علي ولا أعباء مادية. ها أنا أختبئ وراء الباب لكي أشاهده من ذلك الشق الذي نحته الفقر ببابنا وهو يتحدث مع أخي. كنت أحاول أن أشبه عيني من ملامحه الممنوعة من البشر، لكن يا حسرة، عيوني أيضا اعتادت الخجل ولا تستطيع النظر مطولا فيه والتمكن من حفظ ملامحه المغروسة في القلب من غير وضوح. تركت الشق الذي يسبب شعاعاته لي وعدت إلى عتمتي التي توضح رؤيا في داخلي أكثر وتجعلني أتشبث به بقوة. ها هو قادم من بعيد وأنا في الشارع الطويل. هو يمشي بالجهة المقاولة لي مطقطئا رأسه في الأرض. رفع رأسه فجأة ورآني من بعيد فغير مساره وذهب إلى الجهة الأخرى من الشارع. حينها قررت أن يكون كل منا في جهة. انتفض جسدي استنكارا لما حكمت، ومستوى الظلم